احنا اليوم بلقاء 100 يوم 100 مدينه بمدينه بوذكوره، لهذا كيف سبق لنا قلنا باش اننا نحاولوا نفهموا كحزب وكمسؤولين ما هي الاولويات ديال الساكنه، اشنو هما الانتظارات ديالهم، اشنو هما الانشغالات ديالهم، باش يكون عندنا واحد التشخيص حقيقي اللي جاي من القاعده وجاي من الساكنه وجاي من عند المواطن، باش نفهموا ونعرفوا ما هي المشاكل اللي غادي تمكننا من بعد باش اننا نقترحوا ونبلوروا حلول. فمن غير المقبول ان مدينه كبوذكوره بمؤهلات كبيره ان الناس يكون مازال عندهم مشاكل كبيره في النقل، وان الناس يكون عندهم مشاكل كبيره متعلقه بالبنيه التحتيه. والمطلب الثالث الذي يظهر عند الساكنه وعند المواطنين هما المشاكل المتعلقه بالسكنه وبالتعمير. هذا اللقاء جاء في اطار البرنامج اللي داروا حزب التجمع الوطني الاحرار ديال 100 يوم 100 مدينه، من اجل التواصل مع الساكنه عن قرب باش تعتبر لنا على المشاكل ديالها اللي كتعانيهم في المنطقه لكل مدينه على حده. ولكن الاهم من هذا هو انهم نحاولوا نستنبطوا من هذه اللقاءات معهم الاقتراحات الحلول اللي هما كتبان لهم مهمه، لان مشاركتهم في الحلول مهمه جدا، ماشي تكون حلول جاهزه جاتهم من الفوق. والمساله الاهم بالنسبه لنا حنا هو الاولويات، لانه ممكن يكون عندهم واحد العدد ديال الاشكاليات في المنطقه ديالهم، ممكن تكون عشرات الاشكاليات 15 اشكاليه، ولكن حنا ما يمكنش نشتغلوا على كل شيء. فبالتالي لا هما عطاونا الاولويات ثلاثه ولا اربعه اللي كيهمهم، غادي يكون الاشتغال ديالنا مضبوط مقارنه مع الا خدمنا غير على برنامج اوريزونتال افقي بلا ما نعرفوا الاولويات ديالنا. فعلا انا بحكم زعما التواجد ديالي ديال 12 سنه في الاقليم ديال النواصر، اقليم النواصر عموما ماشي غير بوسكوره، كيعاني من هذه الاشكاليه، لدرجه انه غير باش نقول لك دابا انه شخص من جوج ديال الدواور ديال بوسكوره الا بغى يمشي على عبر النقل او اما طاكسيات ولا الطوبيس، خصو يمشي حتى لسيدي معروف من ذاك الدوار، ومن سيدي معروف يجي للدوار الاخر اللي هما جوج دواور متواجدين بجوج في بوسكوره. تطلعات الحزب بالنسبه لهذا المشروع ديال 100 يوم 100 مدينه هو ان يكون تفعيل ديال ان كل فاعل سياسي او فاعل مسؤول حزبي في التجمع الوطني الاحرار يكون قريب من الساكنه ويتصنت المشاكل ديال الساكنه، مناش كيعانيو، اشنو المشاكل اليوميه ديالهم. حنا الدور ديالنا اليوم في مدينه بوسكوره اننا يكون عندنا حوار مباشر والناس تقول اللي بغات